نحن كمكتب محلي نشتغل بهذه المؤسسة الاستشفائية أو المركز الاستشفائي اللي كيضم ثلاثة ديال المؤسسات الاستشفائية اللي منها باب التوت ومستشفى الرازي للأمراض العقلية والمستشفى الإقليمي الثانية درمل. فنحن كمكتب قمنا بواحد في إطار واحد الجولة ميدانية للمستشفيات تابعة للمركز الاستشفائي، ولاحظنا بزاف ديال الاختلالات وبزاف ديال المشاكل اللي كتعاني منها الأطر الصحية والمرضى على حد سواء. فقمنا بجرد عدة تقارير وصياغتها اللي بينت واحد الحالة اللي كتطلب واحد تدخل عاجل للإدارة ومواكبة ديال الإدارة، مهما أن هي المسؤول الأول على 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 القطاع في مدينة تطوان وعلى هاد المؤسسات الاستشفائية اللي فيها واحد الفراغ إداري كبير، لا من ناحية ديال المدير ديال مؤسسة مستشفى الرازي للأمراض العقلية ولا المسؤول على باب التوت، ولا هاد الفراغ الإداري اللي كيخلي المسؤولية تلقى على عاتق مدير المركز الاستشفائي الإقليمي اللي لا يمكن أن يعدل في 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 التكفل بهاد المؤسسات اللي كتطلع كنلاحظوا مؤخرا تدهور في جودة تقديم الخدمات، نقص حاد في الأدوية الأساسية والمعدات، نقص مهول في الأطباء وفي الأطر الصحية، الشيء اللي كيخلينا أننا نذوقوا نقص الخطر، مما أن الشيء يؤثر على جودة الخدمات وعلى صحة المجتمع التطواني. لهذا تواصلنا مع إدارة المركز الاستشفائي وتوصلنا المواعيد الاجتماعات اللي غادي نقوموا بها من أجل تنزيل هاد المطالب الأرض الواقع، وإلزام الإدارة باش تدخل للحد من هاد الخروقات وتوفير الوسائل والمعدات الأساسية للأطر الصحية من أجل تجويد الخدمات الصحية، وباش تقوم المؤسسة الاستشفائية بالدور ديالها الأساسي ألا هو معالجة المرضى. فنحن أمام عقد واحد الاجتماع اللي هو اجتماع نقابي مع الإخوان ديال المكتب المحلي وبمواكبة ديال المكتب الإقليمي من أجل تسطير واحد البرنامج نضالي من أجل الدفاع على الحقوق والمكتسبات ديال الأطر الصحية وأيضا حقوق وجودة علاج المرضى والمجتمع التطواني. والإشارة أيضا بخصوص مستشفى الرازي للأمراض العقلية، فهو كيعيش بالعديد من المشاكل وأهمها هو الاكتضاض، وحيث دائما المؤسسة كتفوق الطاقة الاستيعابية ديالها اللي هي محددة في 70 مريض، فكتلقى دائما اعداد كبيره كتفوت الطاقه الاستيعابيه، وهذا يعني ان نقص في الاورقه في الافريشه، نقص في الاغطيه، نقص في يعني في الماكل، نقص يعني في كل حاجه اللي يمكن لها انها تخدم هذاك المريض، مهما هو المؤسسه هز اكثر من الطاقه الاستيعابيه فهذوك الاعداد اللي فايتين الطاقه الاستيعابيه بطبيعه الحال ما غاديش يستافدوا. ومشكل اللي هو اخطر من ذلك هو المرضى اللي هما محكومين قضائيا او المرضى القضائيين اللي كيتواجدوا باعداد اللي كتفوق بزاف العدد المسموح به في مستشفيات الامراض العقليه. هذا من ناحيه. بالنسبه لباب التوت لاحظنا بزاف ديال المشاكل خصوصا في فصل الشتاء، كاين مشاكل في في في, في الاسقف ديال 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 البنايه اللي كتخلي القطرات كتخلي الاسقف كتقطر وكتشكل مشكل، لا من ناحيه ديال الرطوبه ولا من ناحيه ديال الخطر على على على, على, على الممرضين والاطباء والمرضى حتى هما على حد سواء. فمن هذا الشيء هذوما المناشدات اللي كنناشدوا وزاره الصحه وكنناشدوا وزير الصحه انه يهتم بالمرافق والمؤسسات الاستشفائيه والمرافق الصحيه ككل. هذا الشيء هو اللي يقدر انه يزيد بجوده الخدمات ويزيد بالعرض الصحي المغربي للامام. مستشفى بن قريش صدر مستشفى المستشفى بالنسبه لمستشفى بن قريش راه هو باب التوت، هذه 7 سنوات ومستشفى بن قريش واقف عن الاشتغال بالمتجهيزات ديالو، والمرضى ديالو هما اللي دابا هما اللي كياخذوا المؤسسه ديال باب التوت، هما اللي كيتم الاستشفاء ديالهم في المؤسسه ديال باب التوت، في حين ان
قبل هذه ازيد من 7 سنوات، ومستشفى بن قريش اللي هو الاصل ديال الامراض الصدريه هو اللي خصهم يكونوا فيه. هذا الشيء كيطرح علامه استفهام كبيره على الاسباب اللي ما خلاتش هاد الناس يتقلوا المستشفى بن قريش، وشنو السبب اللي ما مخليش مستشفى بن قريش انه يشتغل. كنناشدوا وزاره الصحه بتوفير الادويه الاساسيه اللي كيحتاجوها المؤسسات الاستشفائيه والمستعجلات على بالخصوص، وتوفير الاليات والمعدات الاساسيه من اجل خدمات صحيه ذات جوده، والاهم من هذا هو توفير الموارد البشريه، حيث كيعرف القطاع واحد الخصص كبير جدا في الموارد البشريه، وهذا باعتراف السيد الوزير في قبه البرلمان، بحيث انه صرح بان ممرض كيقوم بالخدمه ديال 3 الممرضين او لا اكثر، والطبيب نفس الشيء والاداري نفس الشيء. فقطاع الصحه يحتاج بشده للاطر الصحيه من اجل تجويد الخدمات، ولمواد او معدات اساسيه وادويه ومرافق ومؤسسات من اجل تجويد العرض الصحي بالمغرب، وتماشيا مع النموذج التنموي الجديد، وتماشيا مع الوظيفة الصحية الجديدة والمجموعات الترابية. وهذا الشيء كامل كيكب في مع التعليمات ديال صاحب الجلالة اللي حث على الجدية وحث على إعطاء الأولوية للمغاربة والمواطن المغربي قبل كل شيء. والسلام عليكم.